كرام، تعالوا نتابع حالة الجو النهاردة. لسه في فصل الخريف والتقلبات والظواهر الجوية المختلفة، وبين هيئة الأرصاد النهاردة بيتوقع لطقس يوم الأحد يكون مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، وهيكون مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وهيكون حر على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد. المتوقعات كمان بتقول إنه هيكون في نشاط للرياح أحيانا على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. تفاصيل أكثر عن حالة الجو وعن المرور هنتابعها مع أسماء. تفضل يا أسماء. شكرا يا آية، وخلينا نتابع درجات الحرارة العظمى والصغرى على كل المحافظات البداية من القاهرة. القاهرة العاصمة الإدارية 6 أكتوبر 29-18 درجات متوسطة لطيفة، وليلا طبعا إلى حد ما باردة. نروح سريعا للسلوم. سلوم 25-19، العلمين الجديدة والإسكندرية 27-20، الإسماعيلية 30-17، بورسعيد ودمياط 27-23، الغردقة وشرم الشيخ بدأت درجات الحرارة بالانخفاض بشكل كبير. طبعا درجة الحرارة دايما العظمى كانت بتبقى مرتفعة 32-31، درجة حرارة لطيفة ومتوسطة ليلا 20، السويس 30-19، الوادي الجديد 30-15، رفح 28-14 بفارق درجة واحدة عن طابة. بني سويف والفيوم نفس متوسطات درجات الحرارة، وطبعا دي أولى محافظات الصعيد 29 درجة حرارة لطيفة متوسطة ليلا باردة 15. سان كاترين بدأت بقى الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة ليلا 4 النهاردة، لكن العظمى 23. الأقصر 32-16 درجة حرارة لطيفة جدا، وده طبعا موسم الأقصر وأسوان. أسيوط والمنيا نفس متوسطات درجة الحرارة 29 درجة وليلا 14. حلايب 30-22، شلاتين 32-23، أخيرا أسوان هي اللي بتسجل درجة الحرارة العظمى ولكنها برضو متوسطة 33 درجة الحرارة العظمى. طبعا واضح إن احنا خلاص دخلنا بشكل كبير في يعني الشتاء، ودعنا الصيف خلاص ما فيش ارتفاعات في درجات الحرارة، لكن ليلا ناخد بالنا بدأت إلى حد ما البرودة، مع إن احنا طبعا بعيدا عن البداية الفعلية للشتاء اللي طبعا لسه بتكون في شهر ديسمبر 21 ديسمبر، لكن واضح جدا الانخفاض في درجات الحرارة ليلا، فلازم حضراتكم تاخدوا بالكم بالليل يبقى معانا حاجة طبعا علشان البرد. ربنا يعافيكم جميعا بإذن الله.